وبين التاريخ والتراث أحمد وياسم كملين فتينة، أغنى محافظات منطقة تبوك في آثارها التاريخية وموقعها الجغرافي اللي خلاها مستقر للحضارات من أقدم العصور. الأستاذ محمد النجم قرر ينقل الشباب 250 كيلومتر عن منطقة تبوك لمكان في قلب الصحراء غرب منطقة جبل النصلة جنوب محافظة تيمة. الحين فيها منظر طبيعي بديع، إن شاء الله نبغى نشوفه ونبغى نتكلم عنه شوي، وإن شاء الله أنكم تبون تنبسطون وتأخذون معلومة جيولوجية آثارية تاريخية بيئية. ما شاء الله تبارك الله سيد محمد، سمعنا مرة كثير عن الصخرة الأثرية هذه. حقيقة هذا الصخرة طبعا من الحجر الرملي، تقع في منطقة النصلة، في المنطقة اللي حولنا هذه اسمها النصلة، يعني تحمل صراحة ميزات اللي يسمونها الفطر أو المائدة، حيث أنك تجد القاعدة رقيقة جدا ومنحوتة بسبب عوامل التعرية. هذا مثير للانتباه ومثير للتعجب. نعم مقصوصة قص الصخرة، يعني هي كذا طبيعية مقصوصة ولا لا؟ طبيعية نعم، أحلى ما أظن تدخل فيها البشر ولا يمكن أن يتدخل. ما أتوقع حتى لو تدخل فيها البشر ما تنقص بالطريقة. لا يمكن هذه. نعم هذه بالتأكيد موصولة بدقة متناهية صراحة.